بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أحبتي في الله، السلام عليكم ولادي وبناتي، أخوتي أخواتي. نطلب الله تكونوا كاملين بخير وفي صحة جيدة إن شاء الله. بما أننا على أبواب الامتحانات إن شاء الله الرحمن الرحيم، غادي ندير هذا الفيديو اليوم لولادي وبناتي الطلبة والطالبات. غادي ندير فيه المهم واحد الرقية ونصائح وواحد الوصفة إن شاء الله باش نسهلوا على الوليدات ديالنا، مهم كيتعاملوا مع الامتحانات ان شاء الله. في الاول غادي نبدي بالرقيه، وهاد الرقيه يا اما هي رقيه سهله وكاع الناس كديرها، غير كنبغيو نذكروا بعضياتنا في هاد الحويجات هادي، وهي راها سهله. تقدروا يعني الطالب ولا الطالبه هما يديروها لرسانهم ولا يديروها لهم الوالدين، يا الوالد يا الوالده. هي في الاول غادي نجيبوا الكاس ديال الماء، ومن الاحسن قرعه، يعني باش كل نهار نديرو قرعه ونشربو بها النهار كامل، ونجدو عاود كاين الغد ليه نجدو عاود كاين الماء. نديرو في الاول سوره الفاتحه والخمسه ديال الايات الاولى من سوره البقره، وايه الكرسي اواخر سوره البقره، وسوره الاخلاص والفلق والناس. غادي نقراوهم هادو، نقراوهم يا اما مره يا اما ثلاثه ديال المرات، نتوما وكيقولوا له شطارتكم، يعني يا اما مره يا ثلاث مرات يا حتى خمسه. غادي تقراوهم على ديك القرعه ديال الماء، ولا غير واسمو فمكم يكون هنايا على داك الكاس ولا على القرعه، ولا يعني داك النفس ديالكم يوصل هكذا للماء، داك النفس المهم، داك المهم الريح ديال فمكم ولا النفس ديال فمكم يوصل هكذا لداك الماء ان شاء الله، وتبقاو تشربوا منها كما قلنا الفاتحه وخمس ايات الاولى من سوره البقره، وآية الكرسي أواخر سورة البقرة، سورة الإخلاص، الفلق والناس، باش نقراوهم وتقراوهم يا إما مرة يا إما ثلاثة يا إما خمسة، وانتوما وكما قلت لكم مشطارتكم. عاودة كي ديروا تقدروا ديروا هكذا قبل بعدا من الماء، يعني هذاك الماء نتاع الرقية ديروا هكا غير شوية وتمسحوا به هكا من وجهكم، وتجيو ماسحين كامل على الجسد ديالكم، خصوصا ملي تكونوا باغيين تبديو الحفاظه ولا الخدمه ولا عاود كي ديروا هكذا، يعني هكا يديكم وديرهم على فمكم، ملي ديرهم على فمكم تقراو هاد الرقيه اللي قلت لكم، ملي تقراو تمسحوا عاود كي كامل تمسحوا على الجسد ديالكم، تمسحوا من يعني من الراس حتى للرجلين كامل، تفوتوا على الجسد ديالكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. وان شاء الله غادي الا كان شي حسد ولا عين ولا، لان شتو ربما يقدر غير الوالدين ملي كيشوفوا ولدهم حفظ في الساع ولا خدم في الساع، ولا الطالب ولا الطالبه هما رسانهم ملي كيكونوا شافوا رسانهم على ان ديك الحاجه استوعبوها في الساع ولا حفظوها في الساع، راه حتى هذه راه عين، الواحد كيعين غير راسو والوالدين يعينوا قطري، الا ما قلناش تبارك الله وما شاء الله ولا قوه الا بالله. ولهذا نديروا هذه الرقيه، هذه نديروا عاود كان واحد الرقيه بواحد الاخر الدعاء ديال الرسول عليه الصلاه والسلام، مهم عندنا الدعاء هذا، كنحطوا اليد اليمنى نحطوها على الراس ونقولوا اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه، اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه، نقولها حتى هو ثلاثه ديال المرات ولا، وهكذا يعني يدينا اليمنى فوق راسنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. وكما قلت لكم هذه الرقيه يا اما نرقيو نفسنا بنفسنا، يعني الطالب والطالبه يرقيو رسانهم، ولا الوالد ولا الوالده، ولا غير من الاحسن الانسان يكون على وضوء ويدير هاد الادعيه هذه ان شاء الله. غادي نشوفوا الوصفه الاخرى ان شاء الله. الوصفه اللي غادي نعطيكم ان شاء الله الرحمن الرحيم هي الوصفه ديال لبن الذكر. هاد لبن الذكر هذا راه رائع بالنسبه للذاكره والحفظ، ويعني كيقوي الذاكره وراه مزيان ان شاء الله غير الواحد يديرو. بالنسبه لي انايا كان عطاه لنا واحد السيد الله يجازيه بخير، كي 6 ديال الحبات غير 6 كديرهم في كاس ديال الماء ولا نص كاس بليتو، نص كاس ديال الماء، 6 ديال الحبات في نص كاس ديال الماء، وكتخليوهم ليله كامله. ملي كتخليوهم ليله كامله في الصباح
راكي غادي تلقاوهم تحلو ويوليو بحال الحليب شكل بيض هكذا، وتصفيه الى ربما تبقى عاد شي حبيبه هكذا مازال ما تحلتش، ولا كتصفيوه وكتشربوه على الريق لمده 7 ايام. الى ربي يفتح والواحد بقى يركز اكثر تبارك الله، ما يعني الواحد كان خاصو عاد يزيد واحد 7 ايام، لا ضرر في ذلك ان شاء الله. المهم غيكون 6 تاع الحبات في نصف كاس ماء عادي، الماء عادي، وحبه دلو يكون ديال الرقيه، تكونوا بعدا قريتوا عليه داك الرقيه اللي تكونوا دايرينه به، تبقاو ديروا واحد النصيوص هكذا في 6 تاع الحبات، وفي الصباح تصفيوه وتشربوه على الريق لمده 7 ايام ان شاء الله، وان شاء الله يكون الفتح على هذا لوبان الذكر. غير كتمشيو لعند العشاء، تمشيو لعندو وتقولوها له راه غادي يعطيكم. كاين حاجه وحده اخرى عاود، كاين حتى العنب المجفف الزبيب كما كنقولوا حنايا بان عندنا في المغرب، حتى هو تجيبوه وكيديريه حتى هو مع شويه ديال الماء ديال الرقيه، وتخليه ليله كامله يرطب، والغد ليه تطحنيه وتشربوه مع داك الماء تاع الرقيه، طحنوه وشربوه، حتى هو راه رائع بالنسبه للذكاء. زبيب راه كان موجود عند الصحابه، وكان في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام راهم كانوا ياكلوه هكذا، يعني ياكلوه حبات هكذا. المهم هادو جوج تاع الوصفات ان شاء الله، ديال الزبيب وديال هذا وديال لبن الذكر. قلنا هاد لبن الذكر غير كيتحل في الماء وتصفيه وتشربوه، طبعا كما قلت لكم من الاحسن الماء تاع الرقيه. والزبيب ديروا له كيقولوا له طحنوه، احسن طحنوه مع داك الماء تاع الرقيه، وان شاء الله تشربوه والله يجيب النجاح ان شاء الله. ودائما دائما نقولوا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت ان شئت تجعل الحزن سهلا ان شاء الله. غادي نمشيو لهكذا نصائح الامهات ان شاء الله، بما انني راني دوزت تبارك الله اللهم صل على النبي، وليداتي يعني كبروا وفاتوا في الامتحانات، باقي عاد عندي وليدات صغار فيهم الامتحانات، ولكن كاينين اللي وليدات راهم ما شاء الله كبار، خصوصا البكالوريا، بما ان البكالوريا عندها واحد الهاجس، وكاينين اللي كيتخوفوا في البكالوريا وقبل البكالوريا وهادي وهادي. من الاحسن قبل الامتحانات في الفتره اللي كيكونوا يحفظوا ويخدموا كل شيء، يقلوا من القهوه واتاي، يعني من الاحسن ما يشربوهمش. والامهات يعني ولدك ملي يكون معك في الدار ويكون يخدم ولا راهي بريباري كما كنقولوا حنايا، تكوني موجده له واحد النصيب ديال الفواكه الجافه، شويه لوز شويه قرقاع شويه الزبيب الاخر هذاك شويه بيستاش، يعني هاد الحويجات الناشفين كاع الفواكه الجافه ديريهم له هكذا في شي بواطه ولا، المهم اعطيهم له حداه يبقى مره مره ياكل، ومره مره ديري له كاس عصير بحال هكذا، يعني باش هذوك الفواكه الجافه واش غادي نقول لكم، المهم راه عندهم منافع زوينه وكثيره. ومن الاحسن انا هكذا ولادي خصوصا ملي كيكون عندهم هكذا الامتحانات ويكونوا بريباري في الدار، اما ملي كيكونوا يخدموا مع اصحابهم على برا ولا وهذيك حاجه واحده اخرى، ولكن ملي يكونوا عندي في الدار الحمد لله كندير لهم كنخصص لهم واحد كنحسسهم بليتو كنحسسهم على انك راك تبريباري، راك المهم راك فوق الراس وراني نعاونك راني معاك، والادعيه كندعيو معاهم، وهما اصلا خصنا يخصهم هما الرصانهم قبل ما يبديو يخدموا، يبقاو يقولوا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت ان شئت تجعل الحزن سهلا. هاد الدعاء هذا خصهم يقولوه، وخصهم هذاك الدعاء ديال اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهم ومن كل عين لامه، هذه من الاحسن الدراري ولادنا نعلموهم يقولوهم ملي يكونوا خارجين من الدار ولا بوحدهم ولا ملي يكونوا يخدموا ولا، هادو غير ادعيه ساهلين ورقيه ساهلين نقولوهم بحال هكذا، باش حتى ولادنا يديروا يحسنوا نفوسهم بنفوسهم بلا ما يحتاجوا لينا حنايا. المهم كانت النهايه ديال الفيديو، نتمنى من الله تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو، والله ينجح وليداتنا كاملين وليدات جميع المسلمين، وحتى انا راه عندي عاد وليداتي عندهم عاد الامتحانات،
الله يوفق ويوفق وليدات جميع المسلمين، واللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. وحبكم في الله، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.